المدرسة، يعني احنا جينا المدرسة 14 جاوة. طيب هاجي النهاردة، هاجي 14 بتاعتي في الميعاد وظيفتهم المكانية. عندي كده معايا سنة أولى، اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. دي كام يا سنة أولى؟ 10. يبقى بدل ما أقول 4 و10 بقول إيه؟ 14. بقول إيه؟ 14. ده كان يوم الخميس، إحنا جينا يوم جديد، هزود واحدة. طب يا ترى هحطها فين؟ الأحد ولا الأربعة؟ كده الأحد بقوا كام؟ 5. وهنا في 10، يبقى العدد بقى كام؟ 15. إيه العدد بقى كام؟ 15. تاني العدد بقى كام؟ 15. إحنا جينا المدرسة 15 يوم، تمام كده؟ تمام. دي طريقة من طرق تمثيل الأعداد. إيه هي الطريقة يا أستاذ خالد؟ مخطط تنظيم أعداد مكانية. أحد، عشرة، اثنين. ده اسمه إيه؟ بس يعني لو حد قال ال 14 دي ينفع احطها كلها كده على بعضها في الاحاد، اقول له ايه؟ لا، انا هحط اول رقم فيها بس اللي هو الاربعه في الاحاد، ده السرير الاولاني او الاوضه الاولانيه اللي هي اوضه الاحاد، تمام؟ طيب الواحد اللي بعديها هو واحد، بس بص الواحد بتاعها في ايه؟ كم شفاطة؟ 10 شفاطات، عشان كده اسمها أوضة العشرات، أوضة العشرات. الواحد فيها بكام؟ 10. الواحد فيها بكام؟ 10. تاني الواحد فيها بكام؟ 10. تمام كده؟ أدي طريقة من طرق تمثيل الأعداد. دي أنا بستخدمها علشان دي بتسهل عليا إن أنا أرسم أو روح يا ماما. أرسم أو أعبر عن الأعداد من غير ما أقعد باخد وقت كتير. لو أنا رسمت 15 شكل أخد وقت كتير ولا لأ؟ أخد وقت كتير وأقعد ألونه في وقت كتير، لكن لو رسمت مخطط القيمة المكانية وحطيت جواه الأعداد بتاعتي مش هاخد وقت خالص، تخلص معايا على طول. معايا؟ تعالوا نعملها دلوقتي وهنشوف مخطط القيمة المكانية هكتب ال 14 وال 15 جواه ازاي؟ ماشي؟ يلا معايا، امسك القلم تاني. كتبنا العدد 14 و15. ايه هسيب سطر فاضي زي ما اتفقنا. سطر فاضي اهو. فين السطر اللي بعديه؟ اهو. يلا اكتب معايا. عبر. عن الأعداد التالية.